وبطبيعة الحال مدينة القدس هي مدينة الديانات السماوية، وعندما نتحدث مع سماحة المفتي ونتحدث عن مكانة هذه المدينة في الديانة الإسلامية، وخلفنا مباشرة في هذا المكان المقدس يقع المسجد الأقصى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية دعيني أوجه التحية لكل المشاهدين والمستمعين في عالمنا العربي والإسلامي وفي العالم أجمع، ونشكر كل الإذاعات وكل أجهزة التلفاز العربية وغيرها التي تشارك في هذا البث نصرة للمدينة المقدسة، هذه المدينة التي يشعر كل عربي ويشعر كل مسلم ويشعر كل مسيحي بأن من واجبه أن ينصرها، ومن واجبه أن يكون معها، ومن واجبه أن يهب لنجدتها حيثما كان وقدر كل الإمكانات وقدر كل الاستطاعة. وبالتالي حينما نتحدث نحن عن القدس، القدس حقيقة في العقيدة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي وفي العبادة الإسلامية وفي الحضارة الإسلامية لها أثر كبير وكبير جدا، ولها هذا العمق، يعني هذا العمق المستوحى من وحي السماء، هذا العمق المستوحى من كلام الله سبحانه وتعالى، هذا العمق المستوحى من النبوات ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين عاشوا في القدس أو مروا في القدس أو زاروا القدس أو أسري بهم إلى القدس أو ولدوا بجوار القدس أو مشوا في شوارع القدس. هذه هي القدس حقيقة. نعم. وبالتالي حينما نتحدث نحن عنها في العقيدة الإسلامية، أول ما يحضرنا المعجزة العظيمة، معجزة الإسراء والمعراج، هذه المعجزة الكريمة الربانية التي ربطت بين القدس وبين مكة المكرمة، التي ربطت بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المبارك. وهذا الكلام في كلام رب العالمين. نعم. أخبر القرآن الكريم في آية من وفي سورة من سوره الكريمة بأن المسجد الأقصى المبارك هو محور هذه الرحلة العظيمة وهذه المعجزة الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا. نعم. حوله. إذن هذا ربط عقدي بين المسجد الحرام في مكة المكرمة وبين المسجد الأقصى في مدينة القدس بنص قرآني كريم. وبالتالي نحن كمسلمين نقول القدس وعدنا الله إياها بكتابه الكريم. نعم. بكلامه العظيم، بقرار لا يقبل النقد ولا يقبل التغيير ولا يقبل لأحد كائنا من كان أن يغير الحقائق، أن يغير الحقيقة، لأنها حقيقة ربانية، لأنها قضية إلهية، لأنها كلام رب العالمين. وبالتالي المسجد الأقصى آية في كتاب الله، صورة من صور القرآن الكريم يقرأها كل مسلم صباح مساء في صلاته، في قرآنه، في عبادته، في تلاوته. هذا من جانب. من جانب آخر، حينما نقول الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هناك أيضا حقيقة للربط بين هذا المسجد في عمق العقيدة الإسلامية وفي عمق التوحيد بشكل عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عند قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فيسأل أبو ذر رضي الله عنه وهو صحابي جليل: يا رسول الله، أي بيت وضع في الأرض أول؟ ما دام أول بيت وضع أيضا بنص كتاب الله في الأرض هو المسجد الحرام، أي بيت وضع في الأرض أول أو أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. إذن من ناحية تاريخية دينية عقدية تعبدية، المسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله تعالى وتوحيده. قلت: ثم أي بعد المسجد الحرام؟ قال: المسجد الأقصى. ولذلك حقيقة نحن حينما نقول المسجد الأقصى يرتبط بعقيدة التوحيد من جانب، ويرتبط بعقيدتنا كمسلمين من جانب آخر، لا نجانف الحقيقة. صحيح. لا، نحن نرتكز إلى نصوص مقدسة، إلى نصوص معصومة لا ينالها التغيير ولا التحريف ولا التبديل ولا العبث.